في الأروقة وعلى الطاولة كانت الملفات المطروحة للنقاش موضوع إثراء وحديث واقتراحات في جلسة كانت مغلقة ضمن أجواء يسودها الود والاحترام صنعتها الوفود المشاركة بكل مسؤولية. الجلسة المغلقة لحقت بجلسة علنية خصصت لاعتماد مشاريع الملفات المطروحة. زملائي الأفاضل، أمامنا نتائج المشاورات الثرية والمعمقة التي قمنا بها البارحة وصبيحة هذا اليوم، وهنا كذلك أود أن أشكر الجميع، أشكر الجميع على الصبر وعلى المساهمة كذلك وعلى الروح الإيجابية البناءة التي سادت مشاوراتنا. على الجانب الآخر وبترقب كبير ترصدت وسائل الإعلام مطولا ما سيصل إليه هذا الاجتماع. كافة الأمور التي تم مناقشتها توصل فيها السادة الوزراء إلى توافقات، وبالتالي إن شاء الله الأمور المعروضة على القمة بتوافق من الجميع وبموافقة كافة الوفود، ونتطلع إلى قمة ناجحة إن شاء الله يوم 1 و2. اختتمت الأشغال وتم إعلان نتائج الاجتماع وسط تفاؤل كبير يسير نحو إرساء توافقات في قمة الجزائر. بند يتحدث عن تشكيل لجنة وزارية لاستكمال مساعي الجزائر للوصول إلى وضع آليات تنفيذية لترجمة اتفاق الجزائر فيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية الفلسطينية. نعم، تجسدت في هذا الاجتماع، كان الكثير من التشاور البارحة واليوم على كثير من القرارات المهمة تتعلق بالأمن القومي للشأن العربي، وحكينا على عدة دول من بينها ليبيا، وطبعا اتفقنا على أن لابد من الذهاب إلى الانتخابات مباشرة تحقيقا لطموحات الشعب الليبي وإنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى الاستقرار السياسي اللي تطمح له ليبيا. كل الترتيبات والمشاريع تم رفعها في جدول الأعمال لتعرض على قمة الرؤساء كمحطة أساسية ستكون تحت المنظار والأنظار.